وهي صناديق الاقتراع تغلق، وذلك بعد تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أغلقت صناديق الاقتراع في اليوم الأول للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي بدأت في تمام 9 صباحا صباح اليوم، والتي ستستمر غدا بمشيئة الله، وستغلق أيضا في تمام 9 من مساء الغد. الناخبون اليوم منذ 9 صباحا قاموا بالإدلاء بأصواتهم في 13 محافظة، وذلك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. كما نتابع على الهواء مباشرة، تم إغلاق مختلف اللجان الانتخابية وأغلقت صناديق الانتخاب، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. يتم استئناف العمل غدا بمشيئة الله، وستفتح اللجان الانتخابية، ويبدأ مرة أخرى الناخبون في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. نذكركم أن الناخبين قاموا بالإدلاء بأصواتهم منذ 9 من صباح اليوم في 13 محافظة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالإدلاء بصوته في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات. غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء ذكرت أن العملية الانتخابية اتسمت في اليوم الأول بالانتظام والاستقرار في غالبية اللجان. وكما نتابع الآن، تعزيزات أمنية مكثفة، وقام رجال القوات المسلحة بنقل هذه الصناديق الخاصة بالاقتراع، وذلك تمهيدا لفرزها غدا إن شاء الله بعد انتهاء اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية. غرفة العمليات المركزية أيضا أوضحت أنه كان هناك تواصل مستمر مع مختلف المحافظين عبر وسائل التواصل المختلفة وشبكة الفيديو كونفرنس للوقوف على تطورات الموقف وأي مشاكل من الممكن أن تعوق سير العملية الانتخابية. نحن معكم على الهواء مباشرة في رصد لإغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل منذر أبو دوح من شبرا. منذر، أهلا بك منذر. يعني ما هي الصورة لديك الآن بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تمام 9 من مساء اليوم، وإن شاء الله سيستأنف مرة أخرى عملية التصويت في 9 صباحا؟
بالفعل تم اغلاق الصناديق كما تتابعون الان، واغلاق غالبيه اللجان على مستوى اللجان المتسلسله في منطقه طرود الفرج وشبرا. وهناك كان بعض الناخبين في بعض اللجان كانوا قد دخلوا حرم اللجنه، يتم عمليه التصويت، وفي الغالبيه الان جرى انتهوا من عمليه التصويت. بطبيعه الحال يتم الاغلاق وفقا لتعليمات اللجنه العليا، ويتم تشميع الصناديق، وذلك بعد يوم طويل بدأ من الساعة 9 من صباح اليوم. وكانت كل اللجان وصل لتصريحات السيد رئيس اللجنة العامة في منطقة رود الفرج وشبرا بأن اللجان فتحت في صباح اليوم في الساعة 9 بدون أي مشاكل أو أي معوقات، وكانوا كل القضاة متواجدين في اللجان، وذلك مع التواجد الأمني المكثف. ووفقا لتصريحات اللجنة العامة بأنه لم تحدث أي خروقات للعملية الانتخابية في منطقة رود الفرج أو شبرا، ولم تحدث أي تساوى من المرشحين أو الناخبين أثناء عملية الاقتراع لهذا اليوم. أشكرك شكرا جزيلا الزميل منذر أبو دوح متحدثا إلينا من شبرا. وينضم إلينا من السويس إيهاب ويليام. إيهاب، الصورة لديك الآن بعد إغلاق صناديق الاقتراع؟ يعني الآن كما ترين على الشاشة تجري أعمال إغلاق الصناديق في 65 مقر انتخابي بيضم 173 لجنة فرعية على مستوى أحياء السويس الخمسة. الحقيقة أعمال الإغلاق بتتم بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف السادة القضاء قاض لكل صندوق، وتحت إشراف قوات الأمن التي تتواجد خارج اللجان. قوات الامن وعناصر الجيش الثالث الميداني منوط بها التاكد من تامين هذه اللجان طوال ليله اليوم وحتى التاسعه من صباح الغد لحظه اعاده افتتاح الصناديق بمعرفه الساده القضاه. هناك خدمات امنيه متفق على تعيينها على كل لجنه وعلى كل صندوق من الخارج، وذلك لتامينها وضمان عدم العبث بها. لكن حتى الان الحقيقه يعني ليس ثمة ما يشير إلى أنه ستكون هناك أي حالات للخرق أو لعبث المرشحين بهذه الصناديق. اللجنة العليا للانتخابات وفي اتصالي مع رئيسها المستشار نجاتي حبيب غبريال أكد لي أنه لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وأنه على اتصال مباشر بغرفة العمليات التابعة للمحافظة والتابعة للسادة القضاء، وأنه يتم حاليا الإشراف بشكل كامل على إغلاق هذه الصناديق وضمان أمنها. نشكرك زميل إيهاب ويليام، ونذهب سريعا إلى نشوى صالح من القليوبية. نشوى، بعد إغلاق صناديق الاقتراع هل لك أن تصفي لنا الوضع الآن؟ بالفعل ريهام، تم في تمام الساعة 9 من مساء اليوم إغلاق اللجنة الانتخابية التي أتواجد بها هنا في مدينة بلها بمحافظة القليوبية، والتي تضم 3 لجان فرعية قوة موها 6430 صوتا انتخابيا. بسؤال السادة المستشارين رؤساء اللجان الفرعية أوضحوا لنا أننا نستطيع أن نصف الإقبال اليوم بأنه إقبال فوق المتوسط. لم تشهد اللجان في مدينة بنها بمحافظة القليوبية أي خروقات أو أي أمر يشوب العملية الانتخابية اليوم. بالعكس، الوضع العام هادئ ومستقر سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية سير العملية الانتخابية. قبل إغلاق الصناديق في تمام الساعة 9 من مساء اليوم كان يتواجد بعض الناخبين في حرم اللجان الفرعية. بالفعل تم إغلاق الأبواب الرئيسية وبقي الناخبين داخل الحرم حتى الانتهاء من التصويت. بعد ذلك تم إغلاق صناديق الانتخاب وتم نقلها إلى غرفة هنا موجودة داخل المدرسة التي نتواجد فيها. هذه الغرفة مؤمنة بأبواب حديدية وسيتم حراستها ليلا عن طريق القوات المسلحة بحراسة مشددة، وذلك للحفاظ على الصناديق وعدم العبث بها من قبل أي شخص أو من قبل بعض المرشحين. كما ذكرت لك فإن العملية طوال اليوم تجري على بهدوء واستقرار، وأكد محافظ القليوبية الذي خصنا بلقاء حصري أن العملية التأمينية تسير بشكل واضح ومنظم طوال اليوم على مدار ال 24 ساعة لتأمين سير العمليات الانتخابية. شكرا لزميلة نشوى صالح من القليوبية. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمود البدوي منسق حملة راقب يا مصري. أستاذ محمود، ما هذه الحملة؟ ما الذي تقوم به في اليوم الأول للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية؟
اهلا بحضرتك استاذ اهلا بحضرتك يا فندم. يمكن زي ما كنا قبل كده سبق وكنا ضيوفكم في القناه وكنا اتكلمنا مرارا عن حمله زايد مصري، وقلنا ان هي احد الحملات التطوعيه المصريه الغير مموله، كلها جمعيات مصريه مش محسوبين على اي تيار او اي توجه سياسي، كل غرضنا ان احنا بنخدم مجتمعنا عن طريق تعزيز فكره الرقابه الشعبيه والمشاركه الشعبيه، وان احنا بنقول ان احنا عندنا منهج بنقول من خلاله ان هذا الاستحقاق هو استحقاق خاص بالمواطن المصري ولصالحي ولصالحي كمواطنين مصريين. فمن هنا بيكون اهميه ان احنا يكون في رقابه شعبيه ومتابعه شعبيه حقيقيه لهذا الاستحقاق اللي هو المفروض هيصب في صالح المواطن المصري في نهايه هذا الامر بوجود برلمان قوي ومعبر عن ارادته ويكون بيمثل بقناه الاتصال والتواصل على المستوى السياسي ما بينه وما بين صناع القرار وما بين السلطه السياسيه. نعم. حمله زايد مصري تستمر في عملها، احنا كنا تابعنا كتير او تابعنا كتير من الاتحاقات وكمان منها كان المرحله الاولى. في المرحله الثانيه احنا بنستمر في عملنا بمتابعه سير العمليه الانتخابيه وتقييم البيئه الانتخابيه بالكامل في 13 محافظه اللي هي المحافظات الخاصه بالمرحله الثانيه. يمكن كان لينا الكثير من المشاهدات اللي عبرت عنها النهارده، تقارير اعلاميه صدرت عننا بنرفعها لكامل الكثير من البشائر الايجابيه منذ الساعات الاولى للنهار في هذا اليوم المهم جدا في تاريخ هذا الاتفاق. ملامح هذه البشائر من وجهه نظرك يعني كما رصدتها استاذ محمود؟ طبعا فكره ان احنا نتكلم على جوده المنتج الانتخابي ونزاهه العمليه الانتخابيه اصبحت فكره يعني هيكون من المكرر ان احنا نتكلم عنها تاني، هنكون بنكرر الكلام احنا قلناه قبل كده. نعم. ده خلاص امر اصبح يعني واقع بنعيشه في ظل الاشراف القضائي الكامل والتامين من قوات الشرطه وقوات المسلحه وكمان متابعه منظمات المجتمع المدني المصريه او حتى كمان المنظمات الخارجيه. لكن بنتكلم النهارده على فكره ازدياد معدلات المشاركه، وخلينا اقول لك ان كمان يمكن الساعات الاولى من النهار في هذا اليوم الان ابتدت تحمل كثير من البشائر الخاصه بفكره ان احنا بصدد التغلب على كثير من الاشكاليات اللي احنا كنا سبق اتكلمنا عنها في المرحله الاولى، ومن اهمها كمان كان فكره الالتباس في المشهد الانتخابي او الارتباك في المشهد الانتخابي نظرا لحدث النظام الانتخابي اللي بتتم عليه الانتخابات. ولكن في هذه المرحله اعتقد الناس وعوا الدرس بشكل جيد جدا من المرحله الاولى وكل ما فيها من سلبيات، كذلك اللجنه العليا المشرفه على الانتخابات وعت هذا الامر بشكل جيد جدا، شفنا في انتظام بشكل جيد جدا في كل اللجان، يعني حتى اللي كان بيتاخر قوي كان قرابه من 20 الى 30 دقيقه لا يتجاوز هذا الامر استنادا الى يعني بعض الاعدادات او الامور اللوجستيه داخل اللجنه والتاكد من سلامه الاقفال الالكترونيه الخاصه بالصناديق الاختراع. ولكن للاسف الشديد برضو زي ما اتكلمنا على الايجابيات محتاجين برضو نقول على بعض السلبيات اللي هي اصبحت بتتكرر، ومنها فكره الخرق لفترات الصمت عن الدعايه الانتخابيه امام بعض مقار اللجان او خارج وبعيد عن مقار اللجان. نعم. وده اللي كانت بتتصدى ليه القوات المسلحه في نطاق لا يقل عن 500 متر من مقر اللجان. كذلك ظهور المال الحرام، وانا بحب اسميه المال الحرام مش المال السياسي، في بعض المناطق الشعبيه ومحاولات بعض المتنافسين في هذا السباق الهام استغلال حاله العوز المادي او تدني بعض الاوضاع الاقتصاديه. ولكن خليني اقول لك ان هذا الامر كان بيقابل بحاله من الذكاء الفطري الطبيعي عند الناخب المصري اللي كان بيقول لنا احنا ممكن انا باخد من محمود او من سينا او من صاد باخد. أستاذ محمود البدوي منسق حملة راقب يا مصري، بنشكرك شكرا جزيلا، والآن ننتقل على الهواء مباشرة لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي للمستشار عمر مروان. التماسات المقدمة من بعض القنوات الفضائية بشأن العقوبات الموقعة عليها نتيجة مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية، وقررت اللجنة العليا مساء اليوم برئاسة معالي القاضي الجليل أيمن عباس رئيس اللجنة الاكتفاء بما تم تنفيذه من عقوبات وإعفاء القنوات الفضائية من تنفيذ الباقي، وتأمل اللجنة العليا من القنوات الفضائية الالتزام بالضوابط المقررة للتغطية الإعلامية في الأيام القادمة. عندنا خبر آخر، التقت اللجنة العليا مساء اليوم بوفد من 10 دول من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. زار الوفد صباح اليوم عدد من اللجان الانتخابية، ثم التقى السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأعرب الوفد عن تقديره للجهود المبذولة
لتيسير العملية الانتخابية وإعجابه بما تم مشاهدته من لجان مختلفة هم راحوا مناطق راقية ومناطق شعبية، وأعجبوا جدا بالنظام الموجود والتأمين والتيسير الموجود من جانب القضاء للسادة الناخبين. هذا الوفد سيتوجه غدا إن شاء الله إلى شرم الشيخ. هي الزيارة لها فايدة مزدوجة، رسالة عن نزاهة الانتخابات المصرية في كل بقاع مصر، وأيضا عن أمان الأماكن السياحية في مصر. بالنسبة بقى للمخالفات، تم ضبط عدد من حالات تصوير بطاقات إبداء الرأي ومخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، وأحيل المتهمون جميعا إلى النيابة العامة. كما تم ضبط ناخب استولى على بطاقتي انتخاب وأحيل إلى النيابة العامة مساء اليوم. عدد الشكاوى التي وردت بعد ساعة الراحة 128 شكوى، وتقريبا لنفس الأسباب اللي احنا ذكرناها من قبل، اللي هي تأخير فتح بعض اللجان بعد ساعة الراحة، عدم الاستدلال على اللجان الانتخابية، نفس الشكاوى تقريبا، مخالفة الدعاية الانتخابية. آخر حاجة بالنسبة للتصويت المصريين في الخارج، حضراتكم عارفين ان التصويت في الخارج ينتهي الساعة 9 مساء بتوقيت كل دولة، فاحنا قدامنا لغاية الساعة 6 صباح بتوقيت القاهرة. فلكن عدد المصوتين في الخارج حتى الساعة 9 من مساء اليوم 36,545 ناخب، يعني بزيادة اكتر من 6,000 صوت حتى الان عن الانتخابات في المرحلة الاولى. في اي اسئله هنسمح بقى. طب شكرا لحضراتكم، شكرا.